مكان يموت فيه الإنسان ويبقى جسده الهزيل متشبثا بما تبقى من روحه، الروح التي أنهكها العذاب وأعياها التعب ولم تعد تبالي. تزمى مارت حيث يفقد المرء هويته، ملامحه، كرامته وعزيمته وأمله في الحياة. هناك حيث الموت البطيء والموت كل يوم. تزمى مارت حيث لا فرق بين النهار والليل، فالظلام حالك دامس ومستمر لأولئك الذين يمكثون في حفرة صغيرة أضيق من القبر بصحبة فضلاتهم والحشرات، بقعة يتجرد فيها المرء من كل ما يملك حتى إنسانيته.